عايز اسالك على مودست. طبعا بدات على طول بسرعه الاقلام والناس تكتب مودست صفقه ناجحه ولا لا، صفقه هيستفيد منها الاهلي ولا لا. هو الراجل سجل هدف النهارده بس لسه ما طلعش نار من بقه. طيب حلو التشبيه، بمنتهى بس ما طلعش نار من بقه. لا مش ولسه مش هيطلع نار بقه دلوقتي. هي بلغه الكوره ابتدت تندع. طب ليه ابتدت تندع وليه مش حلوه وليه مش وحشه؟ لانه طبيعي لعيب اخر مباراه لعبها من اكتر من 5-6 شهور يكون لسه، طبيعي انه اخر مباراه خد فيها 90 دقيقه او بدا في الستارتنج بقاله اكتر من 8-9 شهور يبقى لسه، طبيعي انه الراجل الفتره اللي فاتت ما كانش بيلعب مباراه الاهلي اللي فاتت سواء مباراه السوبر او مباراتين سان جورج، علشان الراجل غير مقيد، حساسيه المباريات ولياقه المباريات تختلف تماما عن العامل البدني، يبقى لسه الراجل معمول له برنامج لسه شغال عليه بقاله اسبوعين بينفذه علشان يكون جاهز بنسبه 100% من الناحيه البدنيه. طب هل الراجل ما عملش اي حاجه؟ في نقطه كمان اهم، انه دي اجواء مختلفه تماما عن اجواء اوروبا. واحد اتنين، هو اللعبة دي لسه بيخش جوه الفرق، هو هتلاقي في بعض النقاط المباراة المصري كان التفاهم او الانسجام شبه معدوم. النهاردة بتتكلم على زي ما قلت لك ابتدت تندع 30% 40%، ابتدت الامور تتحرك نوعا ما. طب نجيب بعض اللقطات اللي ظهر فيها مودست بشكل جيد، وهقول لك كمان هو ليه ما ظهرش بشكل احسن من كده. ماشي. غير الجزء اللي احنا كلامناه لسه غير جاهز، ادي واحد، ادي كورة رأسية اولى خدها الراجل، هقول لك من كام كروس في الاساس يعني، ادي واحد. طيب اللي بعديها، اللي بعديها هنا كمل، الراجل هينزل هيستلم هيشتغل مع قفشه، هتروح تصويبه على المرمى كان مساهم فيها بشكل او باخر، عمل عمليه الحجز بشكل جيد. اتنين كمل اللي بعده، عمليه الضغط والتوقع في كره الجول كان ممكن يتم انهائها بشكل افضل من كده، لكن في النهايه هي اتسجلت هدف، ده يرفع من روحه بشكل كبير جدا، لانه كان هيبتدي الامور هو يحس ان الامور صعبه، باخد دقايق رغم انه بالمناسبه هو لعب يعني عدد دقايق مباراه ونصف، هو لعب 80 دقيقه و60 دقيقه يعني بتكلم على 140 دقيقه او 150 دقيقة توتال كل اللي لعبه من ساعة ما جه النادي الاهلي. طيب اللي بعده، اللي بعده، اللي بعده كرة رأسية من كروس، يلا اللي بعده، الانهاء مش شكل جيد، لما جيبها اللي هتلاقي التمركز بتاعه ممتاز، وقف وعمل التيك اوف بشكل ممتاز، لكن كان محتاج سنة كمان يركب الكرة بشكل افضل من كده، لانه خدها من تحت شوي، هو لو طلع 5-6 سنتي كمان كانت جون بمنتهى البساطه، لان هو طالع عاملها بالتكنيك الطبيعي وطالع واقف حاجز المدافع قدامه وعامل عمليه التمركز بشكل ممتاز، لكن عمليه الانهاء ما كانتش بافضل شكل. يلا اللي بعد، اللي بعد هو طبعا دي اخر حاجه. طيب هو طبعا لو قالي كان اكتر من كده كمان كان هيبقى كريستيانو رونالدو يعني. لا هو لسه قدامه، لا على فكره هو التيك اوف بتاعه ممتاز، لان هو لعيب طويل 188 180 سم، هو مميز كمان في ضربات الراس، مميز جدا في ضربات الراس، نقطه مهمه جدا عشان الناس برضو في جزء دايما الناس بتغفله، احنا جبنا له خد 3 كرات رأسية. طب الاهلي عمل كام كروس اصلا النهارده؟ كام من اقل المباريات اللي النادي الاهلي عمل فيها كروسز، عمل 11 كروس بس. 11 كروس بس، ده رقم قليل جدا، عشان اقول لك الرقم قليل قد ايه، الاهلي اللي مستحوذ وبيعمل عدد هامات كتير جدا في المباراه عمل 11، انبي عمل 17 كروس. فعدد الكروسات اللي الاهلي عملها اللي هي راس مال الراجل كان قليل قوي، ده رقم واحد. انا بكلمك على كله، ناجح بمش ناجح يعني، وصل له وما وصلوش. اتنين، اللعيب اكتر لعيب ممكن يعمل له عمليه التمويل، اكتر اتنين لعيبه هم علي معلول ورضا سليم. رضا مش موجود النهارده لسه بيتجهز، هو خلاص تعافى طبيا 100%، لكن مش موجود النهارده. علي معلول النهارده كان مطلوب منه واجبات انه يشتغل مع المجموعه، ما بيوصلش للاند لاين ويعمل الكروسز، فعدد العرضيات القليله مأثره على نقطه القوه اللي عند الراجل. يعني هل الراجل بس مطلوب ان هو يعمل كرات راسيه؟ لكن انا بكلمك على النقطه القويه، دايما بروح على ده، عشان كده موسم مودست ما كانش ناجح بشكل جيد مع دورتموند، هو كان بيشتكي من ده، لكن في كل الفرق اللي كان بيلعبها كانوا بيعتمدوا على الكروسز بشكل كبير. يعني لما كان الراجل في كولن وهو بيتألق ويتوهج موسمين اللي سجل فيهم عدد اهداف كبير جدا، كان كولن هو الفرقه الاولى في الدوري الالماني ارسالا للعرضيات، رغم ان هو مش من الفرق اللي بتنافس. ففي النهايه مودست محتاج كروسز بشكل اكتر، محتاج هو نفسه لياقه المباريات تجيله، واعتقد ان كولر هيبتدي يديله والوقت الحالي يسمح، لان بعد شويه يبقى عمليه الضغط هيبقى الاهلي اللي محتاج ان كولر يساعده مش الاهلي اللي عفوا ان مودست يساعده مش الاهلي اللي يساعد مودست. ممتاز جدا، ده فيما يخص مودست.